الحقيقه انه احنا خلاص شهر 8 ابتدى، وشهر 8 عز الصيف وعز المصايف وعز الحكايات والذكريات الكتيره والمواقف اللي دايما ما بتتنسيش في المصايف مع الاهل والصحاب. وعايزين كده مع حضراتكم نفتكر كلنا المواقف والذكريات اللي حصلت لنا في المصيف، وتجاوبونا على السؤال ده موجود على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. لكن خلوني في البدايه اصبح على مصطفى واساله كمان عن ذكرياته في المصايف. والله ذكرياتنا في المصيف ربما بتختلف كتير عن ذكريات الناس دي في المصيف. عايز اقول لك زمان المصيف كان ليه طابع تاني وجو تاني، كان مجتمع اخر. يعني وده اللي خلينا دايما بنفكر مين اللي قال ان المصيف يعني عباره عن فورمه او عربيات او ساحل او مايو. المصيف ده زمان كان العيله، كان المجتمع. المصيف ما كانش خروج الاطفال لوحدهم لغايه الصبح. المصيف كان اسكندريه، ولو تفتكر طبعا يا هدير ظهرت بعديها المعموره وبعديها العجمي، وكان صحيح. ساعتها المجتمع متماسك، وكان في نوع من انواع كده ايه الترابط الاجتماعي. كانت العيله كلها بتقعد مع بعضيها، كنا بنصحى الصبح وبننام بعد العشاء. اما دلوقتي النهارده تتفرج على المصيف الناس بتصحى الساعه 3 العصر وتتغدى الساعه 9 وتنام الساعه 6 الصبح. الموضوع اختلف تماما. يعني هو الناس كلها بتسهر في المصايف شويه يا مصطفى، بس مش لغايه 9 الصبح اعتقد. لا 9 الصبح دي كتير كتير قوي يعني. كان التلفزيون يعني حتى بيخلص. طبعا المصيف يعني كله ما كانش ماسك الموبايل، كان المجتمع قاعد لوحده، كانت الاسره ملمومه على بعضها. عشان احنا ايام المنتزه والمعموره وراس البر والحاجات اللي قبل دي ما كانش لسه حتى فيه التليفونات. صحيح صحيح. يعني انا بقول ان احنا ذكرياتنا مع المصيف كانت ذكريات جميله جدا. الايام اللي فاتت ربما كانت ايام كانت كلها دفء، ما كانش فيها الموبايل، ما كانش فيها كل الاشياء. كان فيها نوع من انواع الترابط بكده اكيد. ده حقيقي ده حقيقي. يعني كل الناس الحقيقه ما تنساش ذكرياتها في المصايف، والحقيقه انه برضو بلدنا ربنا حباها بشواطئ يعني حاجه غايه في الجمال، وده بيشكل جزء كبير يعني من السعادة اللي بتحصل لنا لما بنسافر ونقضي أيام في الصيف في أي يعني شاطئ من شواطئ بلدنا الغالية. فعايزين نعرف من حضراتكم بقى حكاياتكم بقى في المصايف. ودايما كنا نسافر مع أهلنا، اللي بيسافر مع خالته، اللي بيسافر مع عمته، وقصص وحكايات ومقالب بتحصل في الصيف، ومواضيع كتير ليها علاقة دايما بالصيف بتشكل جزء كبير من وجداننا. واعتقد انه مهما كبرنا ما بننساش ذكرياتنا مع المصايف. وبكل تأكيد يعني الزمن بيختلف، ويعني حتى شكل المصيف بيختلف، لكن مهم جدا ان احنا طول الوقت نحاول نسعد نفسنا ونسعد اللي حوالينا. وزي ما كان عندنا ذكريات حلوة نخلي كل الناس اللي دلوقتي معانا وعايشة معانا يكون كمان يعني سبب وجودنا ليها سبب في ذكريات حلوة، لانه بنعدي وبنشتغل طول السنة وبنتعب طول السنة، واليومين بتوع المصيف والطلبة اللي طالعين من صحيح. من مذاكرة، وخصوصا طلبة ثانوية عامة، ايام بقى المصيف دي بتكون بالنسبه لنا يعني. عشان كده يمكن الناس بتسهر قوي وما تنامش، يعني بيكونوا بقى بينتقموا من كل الاوقات يعني الصعبه والاوقات اللي كان كلها شغل ومذاكره. فان شاء الله ربنا يسعد اوقاتكم جميعا. صحيح. ويعني يكون عندكم بقى خطط كمان هتعملوا ايه في الصيف، وكل واحد يروح يصيف كده كام يوم هو واسرته. ربنا يسعدكم جميعا ويصبح حضراتكم دايما بالصحه والسعاده. صباح الخير يا مصر.